اخواني اخواتي، صباح النور عليكم. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. اخواني اخواتي، متتبعي قناه ابارتو موفاز، الان كنتواجدوا في شونت بوست اللي غادي تشاهدوا معايا واحد الشقق رائعه جدا، وكذلك فينيسيو جد رائع. هاد الشقه اخوتي كاين فيها البريمي ايطاج، دوزيام ايطاج، تخوازيام ايطاج، كاتريام ايطاج، فيها لاسانسور، فيها الباكين ديال الطوموبيل، كتواجد حدا جميع الاشخاص اللي كتواجد في شونت كورت. على بركه الله غادي نمشيو نشوفوا هاد الشقق ديالنا. اخواني اخواتي متابعي وعشاق قناه ابارتو موفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني المتتابعين والاوفياء لهذه القناه، الان كنتواجدوا في شونت كورس اللي العديد من الناس كيطلبوني اخوتي هذا الموقع هذا الرائع الاستراتيجي. حنا كنتواجدوا الان في واحد الاربيس سانك اللي قبل البر، قريب البر وكذلك قريب البلديه ديال شونت كورس. هنايا اخوتي كتشوفوا ما شاء الله هذا المقاول بدا عرف ما يبدا، يعني اعطى حق كل ما هو متوفر في هذه الشقه هذه، لا من الخشب ولا من القرص ولا من الصباغه ولا من الرخام، يعني كل شيء نزلوا على حقه وطريقه. خوتي هنايا كاين الصالون والسيجون اللي مطرقين غير بالقرص. شوفوا معايا هنايا اخواني المتتابعين ان دار هذا الديزاين اللي عنده هذه الاناره، هذا راه كيشعل ويطفى، وداخل كاين واحد الليت جاي مزيون. الى تفرج غادي يجي صالون بلدي رائع بهذا الصباغه اللي دارها، صباغه مختلفه ديال الخيال. وقبلتنا هنايا كاين السيجور اللي جاي قبلت هذا البالكون كبير اللي عنده الاطلاله زوينه، ما عندكش الفيزافي، جايه مزيونه. باركو ما شاء الله كبير، يعني الكليسه اللي حطيتي فيها كتجي ممتازه، اللي شاده ما بين الصالون والسيجور. وكذلك خوتي كاين شوميني بالفوم اللي حتى هو مزيون بها التحجريت اللي جاي زويون وبرخام. هنا هذا الحجر ديال الرخام خوتي، وجاي مزيون، اسمحوا لنا، وجاي مزيون بهاد لانستالاسيون ديال التلفزيون ديالو. وشيميني هو هذا خوتي اللي كتشوفوه معايا، لانستالاسيون ديال كليماتيزور حتى هو بنفسو كب. شميشه خوتي ما غاديش نقول لكم عليها، شميشه مشلوشه. هنايا تجي شي صالونجي رائعه، صالونجي سمحوا لي رائعه ومزيونه، خشب غزال. كتشوفوا هنايا هذا السريج من هنايا، اي واحد دار فيه شي ديكور تيجي ممتاز، جاي على الدخيله ديال الباب، الخشب من نوع الجيد. وكذلك كلشي تبارك الله على هذا المقاول كيف ما قلت لكم، عطى حق هاد الشقق كاملين، فيهم لاسانسور، فيهم باركينغ ديال الطوموبيل، فيهم كاميرات خوتي، التليفون كاميرا كتشوفوها معايا. انا نقول لكم المتراج ديال الشقق اللي كاينين في هذا الموبيل هذا، كاينين مساحة ديال 132 متر دو فاصل، وكاينه 154 متر في السطح وحده، وكاينه 182 متر فيها بعض البيوت، هي هذه اللي كنتواجدوا فيها اللي غادي تشوفوها. سمحوا لي خوتي، هذه اللي كنتواجدوا فيها اللي كنصور لكم فيها 154 متر، يعني بحالها بحال 182 متر، غير 182 متر فيها بعض البيوت، يعني عشاق الناس اللي كيبغيو ربعه ديال البيوت، اما هذه فيها ثلاثه ديال البيوت. خوتي الكوزينه بيان اكيبي اللي غتشوفوها معايا كامله، اللي فيها الميكروون، فيها الفران، فيها خوتي بلاكارات من التحت، وفيها بلاكارات من الفوق، فيها خوتي سمحوا لي لابور، فيها الكويزينيير حتى هما من نوع الجيد، هادو راهم تقالين يعني داكشي الربيع. وكذلك فيها الماكينه ديال المعن كيف ما كتشوفوا معايا، من نوع حتى هو مزيان كانداي. هنايا لافيسيل، يعني كيف ما قلت لكم خوتي كل حاجه عطاها حقها. اما بالنسبه للسانيتير كتشوفوا معايا حتى هو ديال جرمانيا، سانيتير ممتاز. لا الالومنيوم دايرو حتى هو من نوع الجيد، للعديد من الناس تفهم في هادشي، غادي تشوف غادي تعرف شنو كاين. هذا خوتي بالكون ثاني اللي فيه لاستوراسيون ديال الشوفو، وكذلك لاستوراسيون ديال الماكينه ديال الصابون، ما خلاهاش في الكوزينه، خرجها على برا. سمحوا لنا على لي طرافو ديال البني اللي على برا، بحكم ان التجزئه مازال كتبنى.
كنشوفوا ان حتى هذا اللون ديال الجليج اللي دار في الكوزينه جاي اسورتي مع هذا اللون ديال الكوزينه اللي انتم كتشوفوا كي داير مزيون. ونمشيو نشاهدوا الحمام ونشاهدوا الباص هو في الدخيله ديال الباب وجاي اونفاس مع الكوزينه. هنايا خوتي الباص سمحوا لي راه النوع ديال الروبيني اللي شاهدناه في الكوزينه. ولافابو كتشوفوا ليه هاد الزليفه هنايا جايه حتى هي زويونه. هنا كاين تواليت هانتوما كيف ما قلت لكم خوتي الخشب من النوع الجيد. ونمشيو نشاهدوا البيوتا. هذا الكولوار اللي جامع الكوزين اسمحوا لي اللي جامع البيوتا خوتي شاهدتوا معايا الصاله مزيونه من داكشي الرفيع يعني كي كتدخل نيشان للصالونات وجايين عاوتاني البيوتا كل وحده على حيده جايه ممتازه. وكذلك جاي الحمام قبل زوج ديال بيت النعاس. هذا الحمام ديال الوليدات اللي فيه فاس خوتي وفيه طواليت وكذلك كتشوفوا معايا الدوش الداخل كامله الخام. هادو البيوتا جايين بثلاثه واحد حدا واحد حتى اللي كان عنده وليدات صغارين يعني ما بعدينش عليه البيوتا كبارين. هذا البيت الاول خوتي ديال لي بارون الله يرحمها تعرفوا بالحمام والدغيسين. هنايا خوتي لي سبوت جاي مزيونين اي فريشه فرشتوها في هاد لي زابارتومون اللي مازالين كاملين تيجيو معتبرين بحكم ان الصبغه يعني عاطيه واحد الجماليه للدار كامله. وكذلك هذا الخام اللي جاي اسورتي مع الصبغه. هنايا خوتي حتى اللي بغا يدير ديزاين تيشعل بالضو راه بطبيعه الحال غادي يجي زوين. والانسان منين كيدخل وكيسكن راه كل واحد كيعطي اراء ديالو كيعطي افكار ديالو لهو لا السيده ديالو وكيفرشوا بالاذواق ديالهم. هذا الحمام اخوتي اللي ديال لي بارون اللي فيه فاس داكشي الرفيع كتشوفوا. وكذلك كاين الطواليت وكاين الدوش بحال ديال الوليدات وعندو الاطاره مزيانه اللي كتشوفو فاس البلديه. وكاين دريسين اللي جاي ورا الحمام اللي بالكوليس خوتي كاين واحد على اليمين هانتوما كتشوفو علي كاين واحد على اليمين وكاين واحد على الشمال اللي مفروغ بالقفارات. وكاين فيه الاسبوت الفوق يعني كاين فيه الضو. خوتي كاين اللي تبع في الشقة وكاين اللي مازال. هنايا خوتي كاين سمحوا لي كاين بيت اخر ديال الوليدات اللي فيه حتى هو بلاكار وعندو نفس الاطلالة ديال البيت ديال الوالدين البلاكار اللي قبلتنا هو هذا. والبيوتا كتشوفو انهم كبارين وحتى هما بكليماتيزور البيوتا كاملين بكليماتيزور. هذه هدية من عند السيد صاحب هذا الموبل هذا ما بخلش اعطاكم الكليماتيزور في البيوتا كاملين. وكذلك ها هو بيت اخر ديال الوليدات حتى هو كبير وعنده نفس الاطلاله. اما بالنسبه للشميشه مشمشه بحكم ان فيها ثلاثه ديال البالكونات شفتوا معايا وحيده في الكوزينه وجوج في البيوت. وهانتوما كتشوفوا البيت الثالث معايا اللي فيه لاستالاسيون ديال الانترنيت ديال التلفازه ديال الكليما اللي راكبه وشاده بلاصتها. هنايا جاي داير بلاكار مورا الباب جاي مزيون عاطي اسباس للبيت. سمحوا لي قبيله دفعتو بالجهد داكشي علاش تسمع الزطحه ديالو وراه مازال عادي يصوب مازال مركبش البانيات ديال البيبان ومازال كذلك مركبش الفراخي ديال البلاكارات. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا معايا هاد الشقه اللي قلت لكم 154 متر اللي كتواجد في التيتر. قبيله ذكرت لكم بان كاينه وحده فيها 182 متر اللي قلت لكم فيها 4 البيوت. غادي نمشي نوريها لكم اخوتي غادي نخرجوا من هاد البرطمه ونمشيو لبرطمه اخرى. يلا هو معايا نشاهدوا البرطمه الكبيره هي هذه. وغادي تشوفوا اخوتي معايا حتى لاسانسور هو هذا اللي كتشوفوا مازال يعني ما خداش بحكم ان الناس ما ساكنين. هذا هنا الهبيطة ديال الدريجات وهذه هي البرطمة خوتي اللي قلت لكم فيها 182 متر يعني المساحة ديالها كبيرة. ولكن راه نفس الفينيسيون الموبل كامل
نفس الخا نفس اي حاجه غير هذه زايده عليها مع ديال البيوتا. كل واحد شنو بغا، بغا ثلاثه ديال البيوت كاينين، بغا جوج ديال البيوتا كاملين، وكذلك فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل. والمساحات بتكون كتختلف 182 متر، 154 متر، 132 متر، يعني كاينين حتى الصغار. الثمن ديالو خوتي هو 9300 درهم قابلة للتفاوض. اللي بغا يجي يشوفهم يعني إلا يتصل بيا في اي وقت اهلا وسهلا. وكنتمنى انه تنال اعجاب ديالكم هاد الشقق وكذلك هاد الموقع. خوتي هنايا جايين ربعه البيوت، هانتوما كيف ما شاهدتوا معايا، كاين البيت الاول، كاين البيت الثاني، كاين البيت الثالث، والبيت الرابع هو هذاك اللي جاي في الدخيله ديال البيوت ديال الباب. خوتي البيوت كاملين كبارين وفينيسيون ما شاء الله، كل حاجه عطاها حقها ما شاء الله عليه. غادي نولي نكرر لكم خوتي الثمن اللي هو 9300 درهم قابله للتفاوض، يعني كل واحد شنو بغا ياخذ. ومازالين كاينين شقق خاويين، وكاين اللي مازال كاين يتباعوا، كاين اللي مازال ما تباعوش. كيف ما قلت لكم خوتي اهلا وسهلا في اي وقت، اللي بغى يجي يشوفها ما عليه الا يحدد معايا وقيت ومرحبا بك. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.